أليا، هل اللايف كوتشنج ده بنقدر ان احنا نزود فيه البوزيتيفز او نزود فيه البوزيتيفيتي او الايجابيه للانسان؟ ازاي بنقدر نمرن نفسنا، وازاي البني ادم ممكن يوصل للمرحله دي انه يموت نفسه انه ينتحر؟ يعني ازاي نقدر نمنعه انه يوصل للمرحله دي؟ حالات كتير بتيجي للجلسات النفسيه معايا وبيبقوا فعلا مصرين، واغلبهم من البنات او الستات عايزين ينتحر. انا هنتحر دلوقتي حالا، دي نسبه مرعبه. اللي انا بقابله مشاكل مش عارفه تحلها، يعني اتطلقت مش عارفه تصرف على الولد او على اولادها ومش عارفه تروح فين. حد تاني، واحدة تانية عندها ألم نفسي رهيب، مثلا حالة حب وسابها ومش قادرة تخلص من الألم، يبقى دافع لواحد الأساسي إنها تنتحر. فكأن الألم النفسي ممكن يكون أقوى من فكرة الألم الجسماني، هتوقف انت هتموتي نفسك إزاي؟ لا بس دي في لحظة، يعني ما بتناقش معاهم تقولي دي لحظة هتعدي، انما هوقف الالم النفسي الرهيب اللي انا مش قادره فعلا، قلبي واجعني، دي اكتر كلمه بتتقال. الاحساس بالدونيه، ان انا ما استاهلش، انا مش كفايه، ما حدش حاسس بيا، انا مش حاسه بالانتماء من المجتمع اللي انا فيه، سواء بقى اسره او شغل او التنمر، الكلام السلبي اللي طول الوقت اللي هم بيسمعوه ده بيخلي عندهم رغبه جامده جدا وملحة ان هم ينتحروا ويوقفوا هذا الألم. طب ازاي انا بعمل ايه؟ بنبتدي نعمل ريتشارج للطاقة، نطلع الايجابيات اللي في الشخصية، اقول لها طب نعمل حاجة تبسطك. لو هي مش مرض، يعني ما وصلتش لحد الاكتئاب، لو اكتئاب لازم هتاخد دواء، بنحول على طول لدكتور علشان يكتب علاج ويبتدي التدخل الدوائي. انها السلوك ده اللي بنقدر يعني نتحكم فيه، او نشجع، ندي بوزيتيف انرجي، نفكر في افكار جديده، اطلع الحاجات الكويسه في شخصيتها، نبتدي نفضفض. الكلام والفضفضه وان حد بيسمعها ومتنبه ومنتبه جدا وقاعده طول الوقت انا مركزه معاها، وتيجي السيشن اللي بعدها انا فاكره هي قالت ايه بالنص، ده بيديها نوع من الدعم، أن في حد سامعني، في حد مهتم لأمري. وده اللي بقوله للناس سواء أصحاب أو أهالي في البيت، اسمعوا. يعني ما حد يقولك أنا متضايق أو لقيته مش فارق معايا، عندنا فرح مش مهم، في حد مات مش مهم، ده احنا في هنحتفل، كله بالنسبة له ما بقاش فارق، الحياة ما بقتش فارقة. ابتدي هنا أقف ودور على المساعدة واطلبها. المشكلة زي ما الدكتور قال إن احنا بنستعين، ما بنطلبش المساعدة.